إقليم جامو وكشمير هو منطقة نزاع تاريخية بين الهند وباكستان، بدأت قصته بعد استقلال البلدين عن بريطانيا في عام 1947. كان الإقليم تحت حكم أمير مسلم، ويتألف من مناطق متعددة الأعراق والأديان. عند تقسيم الهند وباكستان، انضمت المناطق ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان، بينما انضمت المناطق ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند. رغم ذلك، اختار الأمير المحلي لجامو وكشمير الانضمام إلى الهند في أكتوبر 1947، مما أدى إلى احتجاجات من باكستان ونشوب أول الحروب بين البلدين. في عام 1948 تدخلت الأمم المتحدة وأعلنت وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تقسيم الإقليم إلى منطقتين، الجزء الذي تسيطر عليه الهند والجزء الذي تسيطر عليه باكستان، ويعرف بأزاد كشمير وجلجيت بلتستان. منذ ذلك الحين وقعت عدة حروب وصراعات حول الإقليم، ولا يزال النزاع مستمراً حتى اليوم مع وجود خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين الجانبين، ولكن دون حل دائم.